ما في سؤال بس. لا لا انا بسالك. اي تفضل. والان كان في بث مباشر، اي تحبونه مباشر ولا بدون مباشر؟ عادي مباشر، ما في اشكال. الصوره كتظهر مو اي عادي، ما ولا لم نمشي طرد كل هذه، ما في اشكال ابدا. اشكال ما في اشكال. طيب تسجل الاذن. بسم الله. بس يقربوا النساء عشان يسمعوا شوي. ماشي. بس قربوا شوي لتسمعوا الشيخ. نصيحة لهم إن شاء الله، نصيحة للرجال والنساء. أنت أترجم. لا أبشر إن شاء الله. في استهلال نستهل به يا شيخ لكل الله منا عليه ولي الأخوات. الحمد لله. صدق الله. الذين أمنوا وقدموكم عن دينكم فسوف يكون لكم يحبون فيهنيئا لهم. تفضلوا يا جماعه. Brothers, you guys can sit down. He's just going to give us a small advice, inshallah. من امريكا ومن اوروبا جايين. لا لا لا. بسم الله. اسمك عيسى. عيسى. ايه. بتكلم كلمة. تفضل. ليش ما؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فقد من الله علينا في ليلتنا هذه بطائفة من الإخوة والأخوات الفضليات من بلاد أوروبا ومن فلسطين ومن غيرها، أتوا والحمد لله إلى بيت الله الحرام. نسأل الله أن يجعل مكة دائما وأبدا آمنة مطمئنة، اللهم آمين، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. وكذا عموم بلاد الحرمين سلمها الله من السوء المكروه. وأشكر لإخواني القائمين على الجاليات مجهودهم في سعيهم الدؤوب وسعيهم الدؤوب لإدخال الناس في دين الله أفواجا. فأتى معنا طائفة من إخواننا من الجاليات وقد أسلموا والحمد لله، وصدق الله إذ قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. محاسن ديننا أنه لا فضل العربين على عجمين إلا بالتقوى. أبو لهب عم رسول الله مات على الكفر، وبلال الحبشي أسلم وأصبح مؤذن لرسول الله، وسلمان الفارسي من الله عليه بالهداية والاستقامة وله من في الدين منزلة عظيمة، وعمار بن ياسر وزيد بن حارثة وصهيب الرومي، كل هؤلاء من الله عليهم بالإسلام. وغيرهم من أهل الكفر من القرشيين ومن نسل عبد المطلب ماتوا على الكفر عياذا بالله. فشهدي أن الله قال: فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمعنا طائفة من الفضلاء من أوروبا ومن دول شتى أتوا وقد دخلوا في دين الله أفواجا. وشكر الله لإخواني القائمين على تعليمهم وإرشادهم، ومع الأخ عيسى حفظه الله يترجم لنا بعض أسئلتهم. فمرحبا بكنا وأهلا وسهلا. مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا على رؤوسنا، مقدمكم مسلمين لبيت الله الحرام، أمنه الله من كل سوء ومكروه. آمين يا رب وإياكم. أترجم إذا في أي سؤال؟ إذا في أي سؤال في نصيحة؟ إذا ممكن تعطي نصيحة للشباب والشابات اللي عايشين في الغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيط
تطلب الإخوة وتطلب الأخت نصيحة للشبان والفتيات القائمين في الغرب. النصيحة العامة: التمسك بالقرآن وبالسنة، التمسك بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أعمرنا قليلة والوقت لا يسمح بكثير من القراءات، فنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله قدر الاستطاعة، والتحلي بالحكمة والموعظة الحسنة، التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة، والتواصل مع أهل العلم حتى نتصرف بحكمة وموعظة حسنة في المسائل، وعدم الجدال وعدم الخوض في القيل والقال. والله أعلم. So he's saying, sticking to the Quran and Sunnah. Many of us would go into other Islamic books or other books, but not focusing on the Quran and Sunnah, and that's the original source, is the Quran and Sunnah. So he's giving us the advice of sticking to that and then focusing on other topics and subjects. And he's also saying, this advice I would give to all the youth around the world, and not only people living in the West, is this sticking to Sunnah, inshallah. And also he said no backbiting, no lying, all these general advices that he would give to everyone. Any other questions you guys have? في عندك سؤال؟ لا ما في إطالة، إذا كان في سؤال مختصر تفضل. أخوكم سليمان، أنتم تتخصصون في الحديث، نعم؟ في الأحاديث. نعم، في الأحاديث والفقه. طيب، وتفسير. لكن الأحاديث الآن يعني من كثير من الشباب يعني ممكن يعرفون حديث أو حديثين لكن بدون الإسناد، فهل يعني مثلا إن تنصحونا هل كافي للشباب أن يعرفوا أقل شيء يعني من بعض الأحاديث إن كانت صحيحة حتى لو لم يعرفوا الإسناد لهذه الأحاديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا تلزم معرفة الأسانيد لغير المتخصصين، يكفيك أن تعلم اسم الصحابي. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يكفيك أن تعلم اسم الصحابي، ولا يلزم معرفة الأسانيد لغير المتخصصين. بارك الله فيك. والدين يسر، كتاب الله يسير، وسنة رسول الله سهلة، سنة رسول الله سهلة. فالكل يعلم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلام سهل وميسر. كلما ابتعدت عن هدي رسول الله كلما شق عليك الأمر. ولكن القرآن والسنة سهل، وقد قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا يلزم أن تحفظ الأسانيد. The question I just asked is actually about the question I just asked is it enough for young people at least to know some of the ahadith? I mean, we memorize Quran, which is great, but also memorizing ahadith or knowing some to give advice to other people, because the best, you know, advice is the one from the Prophet. So my question to him, the Shaykh, was, is it enough that we just know the hadith, or do we need to know that line of transmission? And the Shaykh just answered, Jazakallahu khairan, that you don't necessarily, if you're not a specialist in hadith, you don't need to learn the line of transmission, but at least knowing who narrated that, you know, like, so if Sayyidina Umar, just mentioning Sayyidina Umar heard and said that the Prophet ﷺ said, إِنَّمَا الْعَمَالُ بِدُنْيَاتِ, our deeds are by our intentions, that is enough. But we don't necessarily need to have the whole line of transmission. جزاكم الله خيرا. تفضل. شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول في حديث قرأته وحابة أتأكد من صحته يا شيخ. الحديث هو: من قال دبر كل صلاة وحين يأخذ مضجعه عند النوم الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر 3 مرات، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، ولا إله إلا الله 3 مرات دبر كل صلاة، كنا له نورا في قبره
نورا على الصراط حتى يدخلنه الجنة؟ هذا أول سؤال يا شيخ. حديث ضعيف. هذا يعني حديث غير. طب السؤال الثاني يا شيخ، هل يغفر الذنب وإن تكرر؟ وإن تكرر مرارا وتكرارا. يفعله ثم يستغفر، ثم يفعله ثم يستغفر. هل يقبل الاستغفار في ذاك الحين؟ الأمر يقول الأخ إذا تكرر الذنب يذنب ويستغفر، يذنب ويستغفر، هل يغفر له؟ هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه، يرحم من يشاء يعذب من يشاء، فالأمر موكول إلى الله، لكن لا تيأس أبدا من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. في رواية: فليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام يستغفر سأغفر له. الأمر على كل حال موكول إلى الله. وكان في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي لقبه حمار، فكان يكثر من شرب الخمر، يشرب الخمر ويؤتى يجلد ثم يعاود يشرب، فقال بعض الصحابة: لعنه الله، وقال: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي: لا تلعنوه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فقد يضع في الشخص أمام الذنب ولكنه يتوب، فلا نقفل أمامه باب التوبة، ولكن أيضا الأمر موكول إلى الله سبحانه، والله أعلم. He was asking, the brother was asking that is sin forgiven even if repeated more than once? And so the Sheikh here said, yes, Allah punishes who he wants and forgives who he wants. And then number two that he said is that Allah subhanahu wa ta'ala had a conversation with a sinner, and this sinner, he would do this sin and then ask Allah for forgiveness. And then this, and then Allah subhanahu wa ta'ala would say, I would forgive this person. And this person, he's doing this sin and he knows that he has a forgiving God. And then he does the sin again and then asks for forgiveness, and then God forgives him. And he knows that he has a forgiving God, and repeats and repeats. And then he said also in the companions, there is one of them, his last name was like nicknamed as Donkey or Himar. And so why? Because he was drinking many times. And then he would ask for forgiveness, and then he would drink again and ask for forgiveness. And so some of the companions of the Prophet ﷺ, they cursed him, they la'an. So they did la'an to him. And the Prophet ﷺ said, no, do not curse him, because he still has the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet ﷺ. Barakallahu feek. Any other questions? No. يا شيخ أنا بعتذر، بس مش دائما حنشوفك يا شيخ. أنا أعتذر إن أقول أعتذر إن أطلت يا شيخ بالأسئلة، ولكن هاي فرصة مو دائما بنشوفك فيها. الله يعطيك العافية يا شيخ، الله يعطيك العافية يا شيخ. السؤال هو في آية بالقرآن بتحكي في يوم كان مقداره ويوم عند الله كألف سنة مما تعدون. يوم القيامة العاصي من أمة محمد، إذا لا سمح الله، نسأل الله أن ندخل جميعا الفردوس الأعلى إن شاء الله، اللهم آمين، ولكن من كتب عليه العذاب لفترة في جهنم ثم الدخول الجنة وحكم عليه يوم في جهنم، هل يكون هذا اليوم مقدار ألف سنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كنت أظنك ستسأل سؤالا آخر، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون،
فتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والجواب عليه أن الله يطول هذا اليوم على من يشاء ويخفف على من يشاء، فلا يأتي على المؤمنين القيلولة، لا تأتي القيلولة على المؤمنين إلا وقد أخذوا ما أخذهم في الجنة، أن لا يقفون اليوم بطوله. فإن الله قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فاليوم لا يمر عليهم كاملا. هذا أما عن سؤالك فالأمر موكول إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا عذب شخص لكونه قاتل وظالم وزاني وآكل للربا إلى آخره كم يمكث، هذا أيضا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بما يشاء جل وعلا. The brother here is asking, he's saying if someone, for example, there's different punishments that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, for example, talks about how, what's the period of punishment, 1 year, 5 years, 10 years, 50 years. And so he said, how long is each of these years? Is it equal to a day? Is it equal to a year? How long is it? So the Sheikh is saying that the duration or the length of this time depends on what Allah subhanahu wa ta'ala wants to decide. He can extend to whoever he wants. He can shorten to whoever he wants. Because he mentions also a few proofs in the Quran that it mentions, for example, it will, for some of the believers, it will not be feel like a complete day. Will feel shorter than a day. And there's other examples. Jazakallah khair. There's a few asila kaman hina. السلام عليكم. نصيحة للفتايا لا يريدون شابات إنجليزي، ما هي الصفات الجميلة التي لازم البنت No, I have two questions. لا لا ما تتصف في بها. No, I want to try in Arabic. ما هي ما هي الصفات الجميلة الذي البنت لازم تبحث في رجل في زوج إن شاء الله؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما نصيحتك يا شيخ في الأسرة لما نتزوج ويكون عندنا أولاد؟ ما نصيحة ليكونوا أولادنا من المتقين؟ وشكرا. The sister here is asking what is the characteristics that we should look for in a husband, and the second question is what advice do you have when we have kids, how can we raise them correct properly. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ba'd tas'al al ukht barakallahu fiha an sifat al zawj alladhi إذا تقدم للزواج بها قبلته، ما صفات هذا الزوج الذي تقبله الفتاة؟ صفات هذا الزوج، صفات الجميلة التي تكون في هذا الزوج، أولا أن يكون موحدا، يعني متجها إلى الله، لا يخشى إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لازم يكون هذا متواجدا.
فتلك علامة خير به، تلك علامة خير به. طبعا لا يأكل الخنازير، لا يشرب الخمور، لا يقرب الجنسية إلى غير ذلك. فيكون هذا الشخص كما أسلفت موحدا بالله، مقيما للصلاة، مؤديا للزكاة، حافظ على صلاة الفجر، طيب الأخلاق، طيب الخلق. فالرسول يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاق. يغض البصر عن الحرام، يغض البصر عن الحرام، لا يمشي مع الفتيات، لا يشرب خمورا، لا يجلس مجالس السوء. هذه بعض الصفات، بارك الله فيك. يكون كريما أيضا، هناك أزواج بخلاء، يكون الزوج عارف معنى كريم. كريما ليس ببخيل، كريم ليس مسرف ولا مبذر، وكذلك ليس مقتر، يكون كريما. فإن الكرم من خصال المؤمنين، والله أعلم. So the Sheikh here is answering the question. And what are the characteristics of a good husband? So he's saying the first thing is for him to be a Muslim, for him to focus on Allah subhanahu wa ta'ala, for not a Christian, not any other religion. He's mentioning a verse from the Quran. He's saying that there are some non-believers that will appear that they are better than the Muslims, or the Muslims, but the Muslims are better than them. That's the number one thing. Number two thing that he mentioned was the person who prays on time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, "What is the most beloved actions towards for Allah subhanahu wa ta'ala?" And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he replied, "Praying on time." And the third thing he mentioned is getting away from the forbidden stuff, from drinking, from communicating with other women, from lying, from backbiting, from doing any forbidden drinking, drugs, doing any bad stuff. And he also mentioned one good trait that a husband would have is if he's good to his parents, if he's generous with them, if he's kind. Also, he mentioned about generosity with other people. If he's generous, he's not holding to his money. He likes to help out, not spend too much, but also generous, inshallah. Jazakum Allah khair. كان في جزء ثاني للسؤال، كيف نربي أطفالنا بتربية صالحة؟ كيف نربي أطفالنا تربية صالحة؟ أول شيء دائما وأبدا نسأل الله أن يصلح أولادنا وبناتنا. أهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. فأول شيء أن نسأل الله أن يصلحهم، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا أول شيء. ثم الوالد والوالدة أسوى للأبناء. فإذا الابن الصغير وجد أباه يقوم من الليل يصلي ويبكي، سيسأل لما تبكي يا أبي، لما تبكي يا أمي. فالوالدان أسوة للأبناء. ثالثا تعويذ الأبناء. الرسول كان يعوذ الأطفال، ويذكر بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، يعوذ حسنا وحسينا. ونعوذ الأطفال بالمعوذات. وأم مريم قالت وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. التدرج في تعليمهم، القدر الذي يتحملونه من تعلم كتاب الله ومن سنة رسول الله. الرفق، الرفق، الرفق. قال الرسول عليه السلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.
إذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فالرفق مطلوب، الرفق مطلوب، تنشئة الأولاد على حب الله ورسوله ومراقبة الله، نعلمهم أن الله يراهم كما قال لقمان لابنه يا بني إنها يعني المعمولة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني أي حسنة تعملها أي سيئة تعملها وأنت في أي مكان فإن الله يراك، فتعلمه مراقبة الله أن الله يراه، وبالتبع تعليمه الكتاب والسنة شيئا فشيئا، وبالله التوفيق. So the sister is asking, how can we raise good children? In order, I forgot the order exactly. First, we pray Allah subhanahu wa ta'ala to raise righteous children. One of the verses of the Quran, رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. So may Allah raise our kids and our wives, ذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ, in the best manners and the best characteristics, inshallah. That's the number one thing. And the number two thing is a role model. So for us as parents, as fathers, as mothers, to be good role models for our children, because in the end of the day, they will listen to us, they will see us before listening to us. For example, if we don't pray, they will not pray, or other things. Number three is mu'awidhat, is teaching them also how to pray, how to make dua. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to teach Hassan and Hussein how to make dua, how to do the mu'awidhat, and also the stories he used to teach them. And then number four is kindness with them, being lean to them, being kind to them. There is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is nothing that we put lenience into, or that will it will make things better. And there is nothing that we put lenience into it or softness into it, except it breaks it. So he's saying that we should treat them kindly and very good. And number five is teaching them, but teaching them step by step, teaching them what they understand, slowly but surely, teaching them, inshallah. And number six, I think that's it. Yes, and also the stories of the Quran, and also the stories from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. في أسئلة؟ بس إذا ممكن آخر سؤال. نعم. معلش. What's your advice on how we can motivate children to find pleasure in learning about the deen? Repeat it again. Here, let me see it. What's your advice how we can motivate children to find pleasure, to enjoy learning about Islam? Okay. Qareeb. Okay, second question. Second question is, if you didn't pray or prayed on and off in time, you weren't practicing, you have to pray all the prayers that you meant to do. Okay. لا ها من الأخت واقفة لا هذه والدتي لا عندك سؤال ما عندك سؤال لا لا تريد تثقل عليك الله يعطيكم عافية هي الأخت تسأل إذا ما صلت ما كانت هي تصلي دائما راحت عليها بعض الصلوات هل لازم ترجع وتصلي صلوات هذه أم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد إذا كانت أسلمت وتركت بعض الصلوات لم تصليها بعد إسلامها
علي على رأي جماهير العلماء، جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي، أن تعيد هذه الصلوات قدر الاستطاعة على الوجه المتيسر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله حق أن يقضى، قدر الاستطاعة، والله أعلم. لا، إذا مولودة مسلمة نفس الشيء. نفس الشيء. So the Sheikh is saying, the Sheikh is saying that we should try our best, inshallah, to redo these prayers. Even if we don't know the numbers of these prayers, we should estimate around how many they are, and we should try to our best ability, inshallah, to repeat them. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتنا الله إياكم. تسألك سؤال قريب من الصلاة، بس تسألك عن الصوم. إذا ما تعرف كم ما صمت، كم صمت، تركت الصيام أياما لا تدري عددها وانتهت السنة، عليها الإعادة بالتقريب، وإن زادت من ناحيتها شيئا فأحوط لها في دينها. He's saying you should redo and estimate it, and even if you increase, it's okay, that's better for you, inshallah. تقول مثلا إذا من 3 سنوات هي ما صامت، ما قضت، صوم حق 3 سنوات، بعدين حق سنتين، وبعدين حق سنة، حق 3 سنوات كلها، الأمر واسع، كلها ديون عليها. Yeah. عليها قضاؤها على الوجه المتيسر. You owe all of them, so even if you owe يعني if you do the first O, the second O, the third O, in the end of the day you owe them, so you have to do them either in order or all together. No. Just redo the same worship. بارك الله فيكم. نسأل الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثبتنا الله وياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكلنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. واجمعنا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.